النقاش مع اللاعبين الكوريين لابد وان يكون بعيدا، والبطاقة الصفراء المفروض ان لا تحدث لمحمد كاسولا. عصر محمد كاسولا وفريقه يتقدم بهدفين دون مقابل في كوريا في استاد كاس العالم. السد القطري غير والفريق القطري غير. محمد او مسعد الحمد جورج فوساتي في مباراة مثيرة، في مباراة مثيرة، لكن إثارتها حملت هدفين للسد القطري. السد القطري يتقدم بهدفين وتغييرات مستمرة للفريقين، تغييرات مستمرة للفريقين. حسن الهيدوس على ما يبدو وإيقاف اللعب، الكرة أيضا حكم اللقاء في مشاورة. هذا الهدف اللي جاء، الهدف الثاني، ومخرج المباراة بعيد كل البعد. لاحظ ما يحدث في أرضية الملعب، في مجموعة وفي حالة من الهيجان في أرضية الملعب. نتمنى أن يكون لاعب السد القطري بعيدين كل البعد. يبدو بعض الجماهير ويبدو أيضا اللاعب المقدوني، وإثارة على غير المعتاد حتى الجماهير الكورية المعروفة بهدوتها. ضرب للاعبي السد القطري، لجنة الانضباط. لاحظ ماذا يحدث، نتمنى أن يكون لاعب السد القطري. لاحظ لاحظ حتى احتياطي سون سامسونج، لاحظ لاحظ الدخول ولاحظ الاعتداء على لاعبي السد القطري. ما يهمني في هذه اللحظة إلا أن يكون لاعب السد القطري بعيدين كل البعد عن الأحداث الجارية في أرضية الملعب. ماذا يحدث في استاد كأس العالم؟ جن جنون الكوريين بعد الهدف الثاني القطري، وعبد الملك عبد البشير يراقب الأحداث. هادي حكم المباراة بعيد قاعد يتابع الأحداث وبانتظار أيضا قرارات مهمة جدا من هذا الحكم الذي يقع عليه المسؤولية الكبيرة في الأحداث القائمة في أرضية المباراة. لاعب السد يتقدمون بهدفين عليهم أيضا البعد كل البعد. جورج فوساتي اللي شاهدته اللاعب المقدوني، وشاهدت أيضا مجموعة من الاحتياطيين وأيضا بعض المصورين، وكذلك دخول أيضا لأرضية الملعب ومحاولة الاعتداء على لاعبي السد القطري. السد القطري الذي يتقدم بهدفين، تحولات مثيرة في المباراة، تحولات مثيرة في المباراة. لاحظ ماذا حدث في أرضية الملعب من الجمهور الكوري الذي نصفه بالعقل والثبات، لكنه اليوم يجن جنونه بعد هدفين قطريين. اعتبر طبعا الجمهور القطري، الجمهور الكوري، الهدف الثاني للسد القطري هو بمثابة بعد عن الأخلاق الرياضية، لكن حكم المباراة عبد الملك بشير الحكم الماثل أمامنا كان قد أشار باستمرار اللعب، ومنها ممادو إنيانغ سجل الهدف الثاني، سجل الهدف الثاني. مخرج المباراة الآن يبحث عن الابتعاد عن الأحداث لمحاولة درء بعض الأشياء التي حصلت من الجماهير الكورية أولا ومن لاعبي فريق سون سامسونج ثانيا. بعدها ننتظر قرارات هذا الرجل لاعب السد القطري. نتيجة المباراة هي تقدم السد القطري بهدفين دون مقابل في هدف كان بعيد عن الهدف الثاني. مخرج المباراة وحاكم المباراة يأمر باستمرار اللعب، ويأمر لاعبي السد القطري بالعودة لملعب المباراة مجددا. الأحداث حدثت خلف مرمى السد القطري وخلف حارس المرمى محمد صقر، لكن ممادو هو صاحب المشكلة وهو صاحب الهدف الثاني. طبعا ممادو المفروض يكون بعيد عن النقاشات مع لاعب الفريق الكوري، النقاش فقط مع حكم المباراة وبعد ذلك البعد عن مجمل هذه الأحداث. لكن لعل بعض اللاعبين القطريين اضطروا للمدافعة عن أنفسهم، لاحظنا بعض الاعتداءات الكورية حتى من لاعبين كانوا من خارج القائمة. لاحظ حكم المباراة لابد أن يكون هناك بطاقات حمراء، حكم المباراة في استدعاء بطاقة حمراء لعبد القادر كيتا. ماذا شاهدت يا عبد الملك؟ هل هي بطاقة حمراء وحيدة؟ قد يكون أيضا ريستيك اللاعب المقدوني بطاقة حمراء أيضا.
عبد القادر كيتا يتحصل، ويرستيك يتحصل على بطاقة حمراء، يفتقد السد عبد القادر كيتا في المباراة القادمة. إذا بطاقتين حمراوين في أحداث مثيرة في أرضية هذا الملعب استاد كأس العالم، لكن السد القطري المهم أنه يتقدم بهدفين خارج